Hello my students, I'm Miss Marina. Today we are going to learn about bar graphs and vectors. البار جراف احنا اخدناه قبل كده هو طريقته بسيطة وهنشوفها تاني مع بعض. بيقول لي make a bar graph using the sibling data. السيبلينج دول معناها البروزر and sisters. Be sure to include the title lib for each axis and colored bars. انا اول حاجة لازم هعمل الداتا بتاعتي اللي انا هشتغل عليها علشان اعمل البار جراف. بعد كده هبدأ ارسم البار جراف. بس اول حاجة هعمل التيبل بتاع الداتا بتاعتي. هو بيقول لي عايز السيبلينج داتا. يعني ايه السيبلينج؟ قلنا البروزر اند سيستر. انا هعمل تيبل فيه اول حاجه نمبر اوف سيبلينج، مين اللي عنده زيرو سيبلينج يعني ما حدش عنده اخوات خالص، مين اللي ستودنت اللي عنده 1 سيبلينج، مين اللي ستودنت اللي عنده 2 سيبلينجز، مين اللي ستودنت اللي عندها 3 سيبلينجز وهكذا. هفضل مثلا اسال مين عنده 1 سيبلينج، هنشوف سوري مين عنده 0 سيبلينج، نشوف مين رفع ايده عنده 0 سيبلينج. انا عندي 2 ستودنت رفعوا ايديهم، فممكن اعملها باستخدام التيلي ماركس اللي احنا اخدناها قبل كده. التيلي ماركس ان انا بعمل زي لاينز كده، بعمل ولما احب اعمل جروب بيبقى الجروب ده 5 لاينز وهنشوفه ازاي بيترسم. بس نبدا واحده واحده. الاول انا عندي 2 يبقى انا هعمل زي 2 لاينز كده، ده التيلي ماركس. بعد كده هسال، طبعا انت ممكن الداتا دي تتغير. بعد كده هسأل مين عنده 1 sibling؟ عندي 4 student قالوا ان هم عندهم 1 sibling. بعد كده مين عنده 2 siblings؟ عندي 3 students قالوا ان هم عندهم 2 siblings. مين عنده 3 siblings؟ عندي 5 students قالوا ان هم عندهم 3 siblings. ده اللي انا بتكلم عليه. اللاين ده ان انا بقفل بيه، يبقى انا بعمل 4 lines. لما اجي اعمل الفيفث 1 اللي هو خامس واحد ما اعملهوش جنبيهم، لا انا بقفل عليهم وبعمل لهم كانهم جروب كده مع بعض. بعد كده بسال مين عنده من 4 ل 6 siblings؟ عندي 3 students قالوا ان هم عندهم من 4 ل 6 siblings. وبعد كده سالت مين عنده اكتر من 6 siblings؟ مين عنده اكتر من 6 brothers and sisters؟ واحد بس قال لي ان هو عنده اكتر من 6 siblings. كده انا عملت الداتا بتاعتي. انا عندي التيبل ده، هبدا استخدم التيبل ده بالداتا دي وان انا اعمل البار جراف بتاعي. البار جراف بتاعي طبعا احنا عندنا الفيرتيكال اكسس والهوريزونتال اكسس. الفيرتيكال اكسس هكتب عليه النمبر اوف ستودنتس، وطبعا انا عندي همشي بتدريب كاونت معين. انا عندي هنا كل الارقام تقريبا من 2 ل 7 او يعني مش اكتر من كده، من 2 ل 5 تقريبا، فممكن امشي بالكاونتنج نمبر العاديه خالص 0 1 2 3 4 وهكذا. بعد كده هعمل في الهوريزونتال اكسس هعمل النمبر اوف سيبلينج، طبعا الداتا اللي انا كتبتها مين عنده 0 سيبلينج 1 سيبلينجز 2 سيبلينجز وهكذا. هعمل ايه؟ انا في الداتا اللي عندي الزيرو سيبرينج كان عندي 2 ستودنتس، فطبعا هستخدمها بالكالرز عشان ابينها اكتر. في ال 1 سيبرينج كان عندي 4 ستودنتس، افضل امشي من الزيرو واطلع لحد ال 4 واعمل ايه الكولوم بتاعي واعمل له كالرز. ال 2 سيبرينجز كان عندي 3 ستودنتس، ال 3 سيبرينجز كان عندي 5 ستودنتس قالوا ان هم عندهم 3 سيبرينجز، من 4 ل 6 siblings كان عندي 3 students، ومور ذان 6 siblings كان عندي 1 student. كده انا عملت البار جراف بتاعي، سهل خالص ما فيهوش اي مشكله. انا بشوف مين النمبر اللي انا عايزه وافضل امشي كده لحد ما اوصل له واعمل الكولوم بتاعي والونه طبعا بالوان مختلفه يعني عشان نبين اكتر الشكل ويبقى سهل عليا ان انا ممكن اعرف الداتا بتاعتي من البار جراف. Thank you.
if you invite all the siblings to visit, how many people would come? هو بيسألني لو انت عملت, لو انت حبيت تجيب كل السيبلينجز دول كام واحد ممكن يجي. طبعا هعمل بلس لكل النمبر اوف سيبلينجز اللي عندي, هعمل لهم بلس وهيديني التوتال اوف سيبلينجز. بيقول لي reflect on your learning, write two questions that could be answered by looking at the data in your sibling bar graph. بيقول لي اكتب انت من عندك سؤالين ممكن ان انا اجاوبهم من البار جراف بتاعي. فطبعا انا ممكن اكتب اي سؤالين عندي, مش شرط يعني اي حد ممكن يكتب اي سؤالين, مش شرط ان هو ايه نفس السؤالين اللي انا هكتبهم هم اللي زميلي هيكتبهم, لا عادي ممكن يتغيروا. انا كتبت how many students have more than six siblings, مين الستودنتس اللي عندها اكتر من 6 siblings. طبعا ممكن اجاوب عليها ان هو عندي 1 student, كده انا عرفته من الداتا اللي عندي. بعد كده how many students who don't have siblings, مين الستودنتس اللي ما عندهمش siblings, ما عندهمش اخوات. طبعا من الداتا اللي عندي انا عندي 2 students have no siblings. البيكتوغراف, البيكتوغراف شويه قريب من البار جراف, بس الفكره بتاعته ان انا بدل ما هعمل الداتا بتاعتي بالكولومز هعملها بيكتشرز او ايمج. انا عندي هنا الداتا مديهاني الفيفور ديزرتس, كل ديزرت منهم مديني قد ايه الناس او اللي بيفضلوا الديزرت دوا. اول واحد عندي لازم بعد كده سوري في البيكتوغراف لازم اعمل كي, يعني الكي ده هيساعدني ان انا اعمل البيكتوغراف بتاعي. فانا هختار شكل فلاور, ممكن اي حد يختار اي شكل هو عايزه, انا اخترت الفلاور. انا اخترت ان two students بفلاور واحده وال one student بهاف فلاور. تمام, طبعا انت ممكن تختار, ممكن تختار سمايل فيس مثلا, two students بسمايل فيس وال one student بهاف سمايل فيس, ده يعني it's up to you, ده براحتك يعني كل واحد يختار اللي هو عايزه. اول واحد عندي هبدأ اعملها ايه بنمبرز بدل التيلي ماركس اللي هو مديهاني. اول واحد عندي 2, كان عندي 4 lines فانا عملتها 2 plus 2 فهعملها ب 2 flowers. تمام, اول واحد كان عندي 4 lines فانا الفور دي انا عندي الفلاور الواحده ب 2 فالفور دي 2 plus 2 يبقى انا هرسم 2 flowers. اللي بعديها الكنافه كان عندي 9, ال 9 دي اللي هي مين 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 1 يبقى انا هعمل 4 flowers و half flower, لان ال 9 دي انا عندي الفلاور الواحده ب 2 يبقى انا عندي 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 1 يبقى 4 flowers و 1 وهاف فلاور. السويت بوتيتوز عندي 3, ال 3 دي اللي هي مين 2 بلس 1 يبقى هرسم 1 فلاور وبعديها هاف فلاور. تمام, ال 12 دي اللي هي مين 2 بلس 2 بلس 2 بلس 2 بلس 2 بلس 2 اللي هي كام واحده 6 2 يبقى انا هرسم 6 فلاورز. تمام, بسيطه خالص. بعد كده الرايس بودينج عندي 5, ال 5 دي اللي هي 2 plus 2 plus 1 يبقى انا هرسم 2 flowers و half flowers, ال 1 دي ب half flower هرسمها. اخر واحده ام علي عندي 10, ال 10 دي اللي هي 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 خمس مرات plus 2 يبقى انا هرسم 5 flowers. ده البيكتوغراف بتاعي. كل فكرة البيكتوغراف ان انا الداتا بتاعتي هعملها باشكال, الاشكال دي انا اللي حددتها, يعني الكي ده انا ممكن اغيره. انا اخترت ان الفلاور الواحدة هعملها بتو ستودنتس, ممكن واحد تاني يختار اي حاجة تاني, يعني مش شرط نفس اللي انا اخترته.